السلام عليكم، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في فيديو جديد. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده. انا طليت عليكم الغد صراحه، كنت صورت شي فيديوهات في الكلينيك ولكن قلت صافي، يعني لا داعي انني نحطهم حيت صافي دازت المده، وهذا قلت ان شاء الله نبارطاجي مع البنات فيديو من هنايا. توحشكم بزاف بزاف، كي دايرين؟ شخباركم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. انا باقا كنرتاح، واخا راني تا راه بديت الخدمه وبدينا الخدمه، ما شاء الله عندنا لي كوموند كتار في الحسن الفلاليه وفي بديل التحاميل. جات الهام اختي وكاينه ماما، وانا بطبيعه الحال واقفه معاهم، واخا راني مريضه ما خلاونيش نقيس حتى حاجه، ولكن انا واقفه معاهم كنشوف الخدمه وداكشي كي غادي وفين غادي. ضروري لان متبوعه بمسؤوليه، خاصني نكون واقفه على الخدمه ونشوفها فين غادا. وعاد عندنا دي كوموند ان شاء الله كتارين، الحمد لله والشكر لله. ربي ملي كيشوفك الخير كيعطيك الخير، ونحمد الله ونشكره، اللهم لك الحمد والشكر. اليوم ان شاء الله غادي يجي لا ليفغيزون باش يدي السلعه ديالو. شوفوا البنات، بغيت يكون قلبكم كبير وبيض، كتبغيو الخير لبعضياتكم، كتبغيو الخير للناس الاخرين اللي ما كتعرفوهمش، كتبغيو الخير لجيرانكم لعائلتكم. وانت ممكن ان تحد ما كيبغي لك الخير، ولكن انت القلب ديالك بيض وكتبغي الخير لهذاك الشخص الاخر، والله ربي حتى ما كتحس، بربي حتى كيسهل عليك، ما كتعرفوش منين ولا حتى كيفاش ولا حتى وقتاش. انت براسك كتصدم، انت براسك كتبقى مدهشر، اللهم لك الحمد. علاش الواحد يصفي قلبه ويصفي نيته، خرج من فمه الكلمه الطيبه، يكون تفكيره ويمشي في الايجابي ماشي في السلبي، والحمد لله وربي يعطينا كل الخير، والله يرزقنا ويرزقكم كل الخير يا ربي. المهم باش نبقى نتفلسف عليكم، اللي في باقي منفوخ من هاد الجهه هادي، باقي نفاخ من هنا ان شاء الله. من هنا لغدا غادي تصبح مفشوش، لان غدا ان شاء الله دايره مع الدكتور غادي يمشي يحيد ليا البونسمون. ما عرفش واش غادي نقول ليه نزيدني واحد اليومين ولا نهار، على حسب النيف خاصو يتفش شي شويه، لان فعلا هنا باقي ليا هنا هاد الجهه هادي خاصها تفش. ما عرفتش، انا غنتصل به وغنحاول انني لا قال لي جيت حيديها، راه غادي نمشي نحيدها بطبيعه الحال وصافي. وهذا الشيء اللي كاين، بغيت غير نجاوب على بزاف ديال التساؤلات ديال البنات اللي قالوا لي صالحه واش هذيك عمليه تجميليه ولا عمليه تقويميه. انا ما ولفت انني نكذب على المتتبعات ديالي، وهذا الشيء كتعرفوه فيا، راه كاين اللي كيشوفك بقوه انك معقول وما كتكذبش، ما كيحملكش، ما كيكرهك، كيقول هذا ما كيكذبش، لا نديروه كيكذب. يعني كاين هذا كيتسمى مرض، كاين شي نوع بحال هكا. المهم انا البنات في الاصل انا نيفي كان كيعواج، غادي وكيعواج، كانت جهه مقاده وهاد الجهه انا باقا عاقله عليها هي اللي كان عندي فيها المشكل، كان هنا غادي وتيهبط بحال هكا. هاد الجهه هادي كانت مزيانه، هنا بالتنفس كانت تنفس مزيان، هنا كنت دائما انا في الليل الناس تيكونوا ناعسين، ملي تيكون ضاربو البرد انا كنكون ما ضاربني لا برد لا والو، ومخنوقه وجالسه بحال هكا الليل كامل، حتى كيتسرح ليا الجعاب ديال النيفي عاد باش كنتهدن وكنعس. اللي جا عندي في بيتي كيلقى كلينيكس محطوط، وكيلقى دائما انا على طول العام. هادشي انا ما كنتش كنقولو، لانني ما كنتش لاقيه سبب علاش غادي نقولو، واش غادي نجي ندير فيديو نقول البنات ناريني في، لا سنيت حتى جا الوقت المناسب ومشيت تفكيت من هاد المشكل عادي بحالي بحال اي ناس، ماشي غنبقى نخبر بها في الفيديوهات. ملي ربي يسر مشيت، وملي تشجعت مشيت. هادي 5 سنين وانا في بالي هاد الفكره، قلت غادي نمشي نقاد العظم ديال ودني ديال ودني ديال نيفي. فاش مشيت عند الدكتور هضرنا على الجراحه التجميليه، انا حيت انا اللي في قلبي على لساني ديما كنجي وكنهضر بلا ما كنفكر، هادي فيا خايبه الصراحه، لان في هاد الوقت خاصك ما تجي تهضر تتفكر وتخرج من هنا وتدخل ليها من هنا وتقادها، باش هادوك اللي كي اصلا ربي عاطيهم الشكوك ما يشكوش. ولكن انا لا، مخليها في يد الله، اللي بغى يتيق يتيق، اللي ما بغاش يتيق حر، كل واحد كيبقى جالس في دارو، حتى حد ما كيعطي لواحد اخر شي حاجه، حتى حد ما حابس على واحد اخر شي حاجه. فانا بالنسبه ليا اللي بغى يشك مرحبا، اللي كيبغيك كيعرفك وكيفهمك. ما عليناش، مشيت عند الدكتور حتى هو قال لي ان شاء الله
نهار الفلان الفلاني مهم، بقينا كنأجلو كنأجلو، انا كنت خايفه دائما كنأجل كنأجل. فاش مشيت عنده وصلنا للبلوك سالينا وكل شيء، انا في بالي جراحه تجميليه، انا كنت كنقولها حتى لاخر لحظه. الا رجعتوا للفيديو اللي فات والفيديو اللي قبل منه، راني كنت كنقول جراحه تجميليه، ماشي جراحه تجميليه زعما باش نقدني فيه، جراحه تجميليه عند بالي ان العظومه خاصهم يتقادوا لداخل قد هذا قد هذا. هو جراحه تجميليه راه فيها وفيها، كاين اللي كيبغي ينقد، كاين اللي كيبغي يحيد العظم. الناس اللي عندهم العظم هادوك بالنسبه ليهم المشكل ديالهم سهل من المشكل اللي لقيت عندي انا. فاش طلع عندي الدكتور لاشوم كيشرح ليا، قال لي لقينا عندك اصلا ما عندكش العظم، انت ما دايراش تجميل، انت دايره تقويم، تقويم الانف. انا شفت لي كومونتير، ولكن انا كدرت قلوبه للناس كاملين، كل واحد كيفهمها كيف ما بغا، فانا ما غاديش نبقى نحاسب في الناس قولي لا دخلوك الفلوس ودرتي، راه لا دخلوني الفلوس راه فلوسي ما دخلونيش راه ما دخلونيش، يعني كل واحد كيمشي على قدو، وربي في الاخير كيعلم بكل شيء. نتوما عارفيني من نهار بديت اليوتيوب وانا عندي عانيشان، فإلا درت تجميل غنجي نيشان نقول لكم اه انا غادا ندير التجميل. فعلا فاش مشيت بغيت ندير لوبيراسيون قلت لكم بنات انا غادا ندير التجميل، غير انا ما شرحتش لكم كي داير هاد التجميل، ماشي هو نفخ ولا شد ولا نقص ولا حتى شي حاجه، هو تجميل ديال هاد العظومه اللي عندنا. الناس اللي كيكون عندهم العظم هنا خارج هادوك ما كيلقاوش معاهم مشكل وسط لوبيراسيون، وان شاء الله مازال غنمشي عند الدكتور هو غادي يشرح لكم اشنو كان. انا ما لقاوش اصلا العظم فين يقادو، يعني ما لقاوش، قال لي راه لقينا عندك مشكل ونيفك من اصعب النيوف. قال لي قدام ماما بقيت كنشوف، قلت لي الدكتور انا نيفي من اصعب النيوف، قال لي اه لقينا مشكل معك. الحمد لله والشكر لله، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. هادو بعد التساؤلات، الناس اللي سولوني ما شاء الله في الواتساب انستغرام، عفاك صالحه ورينا فين جا الدكتور، ورينا فين جا لاكلينيك، كيفاش دازت العمليه، دازت بخير وعلى خير. فاش قلت انا العمليه كانت صعيبه، فهي كانت صعيبه وسط البلوك، انا مغيبه وناعسه، ولكن بالنسبه لي انا العمليه كانت سهله ملي فقت من البنج، لقيت الدوايات في يديا، لقيت السيرومات معلقين، لقيت راسي مرتاحه، ما ضرني حتى حاجه، لا حريق لا والو. خرج ليا شنو الدواء خليته في الكوزينه، خرج لي الدواء انا بخير وعلى خير، ما عانيت من حتى شي حاجه، من حتى شي حريق، من حتى شي مضاعفات، اللهم لك الحمد والشكر. ملي كتكون مرضي والله ما كتخاف. ما علينا، بالنسبه للناس اللي كيسولوا انا راه خليت لكم الارقام، شوفوا هذا راه ماشي كولابوراسيون ولا شي حاجه الناس يقولوا كولابوراسيون. دابا بقوه الكذوب اللي في اليوتيوب الناس ولاو عندهم خوف من كل شيء، كل شيء تيقول لك راه كل شيء تيكذب، ولينا كنشوفوا شي حوايج. انا والله ما بقيت كندخل اليوتيوب لانه ولا كيجيني واحد الكارثه، انا راه شحال هادي ما دخلش اليوتيوب، ما عارفاش اخباره، ما عارفاش، كنسمع ماما كتدخل، ماما كتدخل هذا فلان دار، كنقول لها ماما عفاك 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 صافي صافي ما تعاوديش ليها، ما بغيتش نعرف. بحال هكا نقول بارك عليا علي عندي انا يا سيمانه وانا طالعه هابطه في التحاليل وطالعه هابطه. هادشي اللي كاين اخوتي، يعني شوفوا هادي بالنسبه لي انا كون كانت جراحه تجميليه غنجي نقولها وما كنخافش، انا راه فيا واحد القاعده راه ما كنخافش نهائيا، راه كنخاف من اللي خلقني، راه ملي دخلت لوبيراسيون راه لقيت الله سبحانه وتعالى هو اللي دويت معاه، راه ما عيطت لماما، راه ما عيطت لاختي، راه ما عيطت لخويا، راه ما عيطت حتى لواحد، يعني الخوف من الله سبحانه وتعالى. انا مطمنه لانني انا في نفسيتي عارفه راسي اش كنسوى، وعارفه راسي كي دايره، وعارفه راسي بزاف د الحوايج. ف صافي ملي كتوصل لهاد النيفو والله ما كيبقى يهمك شي واحد، والله جربوها، والله ما كيبقى يهمك شي واحد، كتولي عندك واحد السلام داخلي مع راسك، اللي بغى يقول اللي بغى يدوي العام طويل، اللي بغى يعير، اللي بغى يسب، في الاخر كل واحد كيعبر على شخصيته وعلى تربيته وعلى البيئه فين عايش. صافي هذا هو الجواب ديال جميع التعاليق الخايبه، هذا جوابي لجميع التعاليق. انا ما غادي نرد هذاك النيفو ديال انني نرد على الناس، لا صافي تفادينا شحال هادي حيدنا علينا، ملي ما كانش عندنا العقل كنا كنتجاوبوا مع الناس، لان كان كيبقى فيا الحال. دابا لا، كتصالحي مع نفسك، كتولي معيوره كتسمعيها من هنا، تخرجيها من هنا، وحتى الا ما خرجتيهاش من هنا كتضحكي عليها،
فقط. انا وليت كنحط القلوبه وحده كتسبني وليت كنحط لها قلب من الاخر صافي. يعني يا ريت اننا نوصلوا لهذا النيفو، والله ثاني نيفو زوين ونهار غادي يوصل ليه الانسان، والله حتى كلشي غير ارتاح الحمد لله. ما عليناش، انا دابا غادي نوض نبارطاجي معكم السلعه بديل التحامل اللي حسن فيها ليا البنات، راهم واجدين وراه البروموسيون ديال راس الشهر كاينه، غادي ياخذوا الناس السلعه ديالهم الاولين اللي مكوموندين ملي كنت انا مريضه وبغيتهم يسمحوا ليا بزاف بزاف لحقاش عطلت عليهم. عارفه راسي هذا، ولكن والله حتى كنت مريضه وما كنتش قاده، الا اختي كانت كتطلع تهبط معايا ماما ما غاديش تعرف بوحدها. فراس السلعه وجدات البنات بالنسبه للحسن الفيله ليا، راه باقا بروموسيون بديل التحامل باقي بروموسيون. الحسن الفيله ليا قرعه ب 250 درهم بلاص من 300 درهم، جوج قراعي كيبقاو ب 450 درهم، ولا ليفريزون غراتويت. بديل التحامل حتى هو بروموسيون بلاص من 400 درهم كيبقى فقط 350 درهم، و جوج قراعي كيبقاو ب 650 درهم ولا ليفريزون غراتويت. وهذا الشيء اللي كاين اخوتي، وما بغيتش نطول عليكم في هذا الفيديو حيت الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نصاوب شي لعيبات، داكشي ديال الكوتي وهذا الثلاجه خوات ولات كتصفر عينه من الشريان والشريان الحلوه، غادي نحاول انني نبقى ندير حليوات في الدار، داكشي الكيك وهذا اكيد غنبارطاجيه معكم واللي جاي احسن ان شاء الله. يلا اخوتي غنخليكم الارقام هنا في اول تعليق، مرحبا والف مرحبا، كنبغيكم بزاف بزاف، الهلا يخطيكم عليا والسلام عليكم البنات. انا يلا غادي نجي دابا ندير التيكيت، كنصاوبو بديل التحاميل دابا. شوفوا الورد فين حاطاه الورد اللي جاني اختي، حاطاه هنا الزيت حتى هو، هادو الكميه نص الكميه كنحطش كلشي، داكشي الاخر كاين في الكراطن. ايوا هادشي اللي كاين دابا، خاص ان شاء الله يدار هذا تيكيتاج. ما شاء الله كتشهي كتشهي، وما كاينش هذا اللي كيدير الحسن الفيله ليا ديالنا الصراحه، والله ما كاين، لان ما شاء الله الناس ملي كيتقداو من عندك وكيعاودوا يتقداو كيصيفطوا لك ناس يتقداو، كيعطوك الثقه في النفس ان راه سلعتك طوب. الحمد لله والشكر لله، سلعتنا ما فيهاش دي برودوي فارماسيوتيك الحمد لله، كتعطي النتيجه اللي تقداها كتبان فيه، بديل التحاميل اللي تقدات وكيبان فيها الحمد لله. بالنسبه لبديل التحاميل ديال المناطق الانثويه اللي كيبرزها من خلال الشهر الاول، الحسن الفيله ليا اللي مزيانه الفقر الدم، مزيانه الضعف، النحافه المفرطه، السخفه اللي كتجي للناس، بومزوي، جرثومه المعده، طوب 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 الحمد لله، الناس كيشكروها وكيعاودوا. دابا انا غندوز ندير التيكيت وصافي، راه بديل التحاميل دابا كيتصاوب في الجهه الاخرى، انا غنحيد عليهم هذا الشيء واخا مريضه، ولكن غادي نوض ندير التيكيت باش يجي الغماساج الغماسور يجي يغمسي هذا الشيء. يا الله البنات، خلي لكم هذه الوريضه في اخر الفيديو، باي باي.